جعلت العادات الصحية السيئة والتغذية غير السليمة من البدانة وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب مشاكل صحية خطيرة. وعوضا من أن نصبح بصحة أفضل نصاب بالمرض، وهذا يعود إلى سبب أساسي، امتصاص المغذيات. فلكي نشعر بحال أفضل ونحسن صحتنا نحتاج للتغيير. ينبغي أن يزودنا الطعام الذي نتناوله بمزيد من المغذيات، والخبر الجيد هو أن هذا أصبح ممكنا اليوم. نقدم إليكم ألترا ماكس نوتريشنال إكستراكتر، مستخرج المغذيات الرائع. ألترا ماكس ليس خلاطا ولا هو عصارة، إنه مستخرج مغذيات يحول الطعام العادي إلى طعام خارق يمكن لجسمكم امتصاصه بشكل أسهل، فتشعرون بصحة أفضل وبطاقة أكبر، لأنه إذا استخدمتم ألترا ماكس يوميا سيلاحظ جسمكم ذلك وستشعرون بطاقة أكبر وستبدون أفضل. يحتوي الطعام الذي ترونه على كثير من المغذيات الأساسية، ولامتصاصها ينبغي تفكيك الطعام إلى مستواه الخلوي، وتسمى هذه العملية باستخراج المغذيات. يمزج الخلاط العادي المكونات فحسب، لكنه لا يفككها، وهذا ما يحدث باستخدام خلاط حديث، إذ يذهب جزء كبير من الألياف والمغذيات سدى. لكن انظروا إلى ما يمكن لجهاز ألترا ماكس أن يفعله: أضيف السبانخ للحصول على الألياف، والموز للحصول على البوتاسيوم، والتوت للحصول على المواد المضادة للأكسدة الأساسية، واللوز وبذور الكتان للحصول على زيوت الأوميغا 3، ثم أضيفوا المياه، وضعوا غطاء ألترا ماكس وشغلوه. انظروا كيف يفكك ألترا ماكس نوتريشنال إكستراكتر الطعام لاستخراج مغذياته الأساسية منه، رغم أن اللوز وبذور الكتان قد تفككت بشكل كامل. انظروا إلى الشراب يمر عبر المصفاة، في الخلاط تذهب هذه المغذيات سدى. تكمن قوة ألترا ماكس نوتريشنال إكستراكتور بمحركه الخارق وشفراته المتصالبة التي تجري دورات سريعة جدا، ما ينشئ أثرا إعصاريا يمكنه تفكيك الجذوع والبذور أو قشرة أي طعام حيث المغذيات الأساسية. حولوا طعامكم اليومي إلى طعام خارق يساعدكم على العيش بشكل حيوي أكثر وبطاقة أكبر مهما كان عمركم. الطريقة الأفضل لمحاربة الوزن الزائد هو الطعام منخفض السعرات الحرارية. سنملأ المستوى الأول من ألترا ماكس بالسبانخ، والمستوى الثاني بالكرافس والأناناس، ثم نضيف الخيار، وسيعطينا البقدونس رائحة زكية، وسنملأ المستوى الثالث بالماء، وهكذا نحصل على شراب غني ومنخفض السعرات الحرارية. قبل سنتين تقريبا أجريت فحص دم، ووجدت أن مستوى الكوليسترول لدي مرتفع جدا، كان 260. لدي مشكلة بسبب الوزن الزائد، وفي البدء ظننت أن ما من أمر يمكنني فعله، إذ لدى عائلتي تاريخ مع الوزن الزائد. لقد جربت كل شيء ولم يبدو أن شيئا سينفع، لكنني في أحد الأيام اكتشفت ألترا ماكس، ومنذ ذلك الحين كان الأمر كما لو أن الفاكهة والخضروات التي أتناولها، كيف أشرح، بدأ وكأنني أمتص المغذيات. أمكنني ملاحظة ذلك وأرى فوائده يوميا. منذ ذلك الحين انخفض معدل الكوليسترول عندي إلى 195، أي أقل بكثير. وانظروا إلي الآن، خسرت من وزني 8 كيلوغرامات. الآن أشرب عصير ألترا ماكس في الصباح وأحصل على كوب آخر بعد عودتي من العمل. بصراحة ألترا ماكس غير لي حياتي. خلل الهرمونات مشكلة لا تطال المسنين فحسب، إذ يمكن أن تصيب أي أحد. وإن كنتم تعانون خللا في الهرمونات فأنتم على الأرجح تعانون تقلبات مزاجية ومشاكل في الخصوبة ومشاكل جلدية وإرهاقا. الرجال والنساء معرضون لذلك. تفيد بعض الأطعمة لتصحيح خلل الهرمونات. اللفت والتوت البري والبروكولي مثالية لمشاكل البروستات، وتحتوي بذور البطيخ على كثير من الزنك وهو أساسي لإنتاج التستوستيرون. أما بالنسبة إلى النساء فهناك أطعمة مفيدة أيضا، فالجرجير وتوت العليق أساسيان للصحة الإنجابية، ويحتوي القراص والصويا على فيتو أستروجين الذي يساعد على التحكم بمشكلة خلل الهرمونات عند انقطاع الطمث. أضيفوا الماء وستحصلون على الوصفة المثالية. عانيت هذا الإحساس المزعج لسنوات وكانت الأمور تزداد سوءا. قال لي الطبيب إن السبب في هذا يعود إلى تغيرات في الهرمونات. لم أتمكن من النوم ليلا، بدا السرير كالفرن أحيانا، كان الوضع لا يحتمل. ثم بدأت أستخدم الألترا ماكس وكانت النتائج رائعة. جربت حميات الفاكهة والخضار من قبل لكنها لم تناسبني، أما مع ألترا ماكس
فأشعر بأن الفاكهة والخضار تناسبني جيدا، فأتناول مزيجا من الفاكهة أحضره بواسطة الألتراماكس في الصباح لأنني أشعر بأنني أحتاج إلى طعام طازج، ثم أتناول مزيجا من الخضار في المساء وإذ بالإحساس بالاختناق انتهى، وها أنا أنام بشكل أفضل وأشعر بمزيد من الطاقة. كانت التغيرات رائعة، غير ألتراماكس حياتي بطريقة لم أتخيلها أبدا. تكمن قوة ألتراماكس نوتريشنال إكستراكتر بمحركه الخارق وشفراته المتصالبة التي تجري دورات سريعة جدا، ما ينشئ أثرا إعصاريا يمكنه تفكيك الجذوع والبذور أو قشرة أي طعام، حيث المغذيات الأساسية. يصيب الصداع النصفي النساء بخاصة، ويمكن لعادات تناول الطعام السيء أن تزيد من مرات الإصابة بهذا الصداع، لذا يجب إضافة المغذيات التي تساعدنا. والآن سنجرب وصفة رائعة ضد الصداع النصفي. لنبدأ مع خضار ورقية خضراء. سنملأ المستوى الأول بالسبانخ، ثم بالخضار الغنية بحمض الفوليك، ومن ثم العوسج الصيني وهو مصدر للفيتامين سي، وأخيرا القليل من الحليب وهو مصدر للفيتامين B6 وB12، وينصح بهما لمحاربة الصداع النصفي. لطالما عانيت الصداع والصداع النصفي طوال حياتي. عندما كان هذا يحدث، كل ما كنت أقوم به هو الدخول إلى غرفتي وأطفاء الأنوار، حتى اكتشفت ألتراماكس وتغيرت حياتي منذ أن استعملته للمرة الأولى، فأشعر بحال أفضل بكثير ولم أعد أشعر بالصداع وأشعر بالكثير من الطاقة. الجهاز المناعي مسؤول عن حماية جسمكم من المخاطر الخارجية، ولينجز عمله ينتج جسيمات بيضاء تحارب الأمراض، لكن إنتاج هذه الجسيمات البيضاء قد ينخفض بسبب المغذيات غير الكاملة. تعد ثلاثة فيتامينات أساسية لجهازنا المناعي، الفيتامين سي وإي والفيتامين ألف. نحصل على الفيتامين سي من الفاكهة والخضار الطازجة كالكيوي والخس، ونحصل على الفيتامين إي من زيت الصويا وإنتاج الحنطة، ونحصل على الفيتامين ألف من الخضروات البرتقالية كالجزر. ويعد النبيت الجرثومي المعوي جزءا أساسيا من جهازنا المناعي، واللبن هو أفضل غذاء لحمايته. نضيف المياه ولدينا وصفة لتعزيز جهازنا المناعي. لم أكن أشعر بحال جيدة إذ كنت أصاب بالكثير من الأمراض، فكنت أصاب بالزكام إذا خرجت ولم أكن أذهب إلى العمل لأنني أشعر بالمرض. كان جهازي المناعي ضعيفا جدا، لذا بدأت أتناول الفيتامينات والأدوية لكنني ظللت أمرض. ومنذ أن اكتشفت ألتراماكس لم أفوت يوم عمل آخر. الآن أشعر بأن الطعام يزودني بالمغذيات التي أحتاج إليها كي يبقى جهاز مناعتي قويا. يعمل ألتراماكس أفضل من أي فيتامين آخر تناولته. احصل على ألتراماكس نيوتريشنال إكستراكتر واستمتعوا بكل المغذيات التي يحتاج إليها جسمكم. ويحتوي جهاز ألتراماكس على قاعدة ذات محرك قوي وشفرات متصالبة تستخرج المغذيات وكوب كبير ودليل الاستعمال. فاتصلوا الآن ولا تفوتوا هذه الفرصة للحصول على جهاز ألتراماكس نيوتريشنال إكستراكتر ذي النتائج الصحية المذهلة. فاتصلوا الآن، كما وسوف تحصلون على كتيب الوصفات العملي لمحاربة الوزن الزائد وخلل الهرمونات والصداع النصفي والتعب وألم المفاصل، ولتعزيز جهاز مناعتكم ومكملات الفيتامين والوصفات التقليدية، حتى وصفات حساء لفصل الصيف وأكثر بكثير. احصلوا على ألتراماكس وغيروا غذاءكم إلى الأبد. اتصلوا الآن. للطلب والاستعلام اتصلوا بالأرقام الظاهرة على الشاشة. إن لم يكن رقم بلدكم على الشاشة فاتصلوا برقم البلد الأقرب إليكم. إن كانت الخطوط مشغولة فعاودوا الاتصال لاحقا، لكن اتصلوا. للطلب من بلدان أخرى أو للطلبات بالجملة اتصلوا على الرقم الظاهر في أسفل الشاشة. جسم الإنسان كآلة بحاجة إلى وقود، ووقودنا هي المغذيات التي نحتاج إليها يوميا، لكن إن لم نحصل عليها نستنفد طاقتنا ونشعر بالتعب. ألتراماكس أداة مثالية للحصول على هذه المغذيات التي يحتاج إليها جسمنا لكي يعمل على أكمل وجه.
الحل الأفضل لمحاربة التعب هي استعادة المغذيات التي نخسرها يومياً، فيمكننا الحصول على البوتاسيوم من التين والمانجا والموز الغنية بالكربوهيدرات التي تقاوم التعب أيضاً، ويمكننا الحصول على الكربوهيدرات من الخضار النشوية أيضاً كالملفوف، وتبين أن التعب مرتبط بنقص تميم الأنزيم Q الذي غالباً ما نجده في المكسرات. نضيف المياه وها هي وصفة ضد التعب. كنت أشعر بالتعب دائماً ولم يكن لدي طاقة كي أقوم بشيء، وأردت القيام بكثير من الأمور كالسير مع كلبي. كنت أشعر بأن بطارية جسمي قد نفدت ولم يعطني أحد حل، لكن كان ألتراماكس بمثابة اكتشاف. ففي اليوم الأول الذي استخدمته فيه شعرت بطاقة أكبر، والآن أنا مليئة بالطاقة. يمكنني أن أجعل كلبي يشعر بالتعب حتى، هذا إنجاز فعلاً. في كل يوم تتعب مفاصلنا أكثر، وهي تتورم وتتسبب بمشكلة لنا على صعيد صحتنا، ويزداد الألم سوءاً ويشعر المرء بالتعب يوماً بعد يوم. زيوت الأوميغا 3 رائعة لمرض التهاب المفاصل، لكن لا يمكننا الحصول عليها من السمك لأنه يحتوي على كثير من الكالسيوم الذي يتراكم في مفاصلنا. من الأفضل الحصول عليه من البندق ومن إنتاج الحنطة ومن زيت بذور الكتان. سنملأ المستوى الأول بالعوسج الذي يحتوي على الفيتامين سي وهو مفيد جدا لالتهاب المفاصل، ثم نملأه بالشمام وهو ما يعطي الشراب النكهة والكثافة. أنا رياضية محترفة وأتمرن كل يوم، لكن كلما صعب التمرين زادت ألام المفاصل إذ تتورم ويصبح الألم شديدا لدرجة تدفعني إلى التفكير في عدم المشاركة في المباريات. وعندما أستخدم ألتراماكس تتعافى مفاصلي في وقت أسرع. بفضل ألتراماكس يمكنني أن أتدرب مجددا وأتخطى حدودي. أنصح به للرياضيين كثيرا. قد لا يكون تناول الطعام الصحي كافياً إذا لم نمتص المغذيات. مع ألتراماكس تحصلون على المغذيات المفيدة التي يخبئها الطعام في خلاياه، فيحول الطعام العادي إلى طعام خارق. احصل الآن على ألتراماكس. مؤخراً جعلت العادات الصحية السيئة والتغذية غير السليمة من البدانة وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب مشاكل صحية خطيرة. وعوضاً من أن نصبح بصحة أفضل نصاب بالمرض، وهذا يعود إلى سبب أساسي، امتصاص المغذيات. ينبغي أن يزودنا الطعام الذي نتناوله بمزيد من المغذيات، والخبر الجيد هو أن هذا أصبح ممكناً الآن. نقدم إليكم ألتراماكس نيوتريشنال إكستراكتر، مستخرج المغذيات الرائع الذي يشعركم بصحة أفضل وبطاقة أكبر. يحتوي الطعام الذي ترونه على كثير من المغذيات الأساسية، ولامتصاصها ينبغي تفكيك الطعام إلى مستواه الخلوي، وتسمى هذه العملية باستخراج المغذيات. يمزج الخلاط العادي المكونات فحسب، لكنه لا يفككها، وهذا ما يحدث باستخدام خلاط حديث، إذ يذهب جزء كبير من الألياف والمغذيات سودان. لكن انظروا إلى ما يمكن لألتراماكس أن يفعله. أضيف السبانخ للحصول على الألياف، والموز للحصول على البوتاسيوم، والتوت للحصول على المواد المضادة للأكسدة الأساسية، واللوز وبذور الكتان للحصول على زيوت الأوميغا 3. ثم أضيف المياه، وضع غطاء ألتراماكس وشغلوه. انظروا كيف يفكك ألتراماكس نيوتريشنال إكستراكتر الطعام لاستخراج مغذياته الأساسية منه، رغم أن اللوز وبذور الكتان قد تفككت بالكامل. انظروا إلى الشراب يمر عبر المصفاة، بواسطة الخلاط تذهب هذه المغذيات سدى. تكمن قوة ألتراماكس نيوتريشنال إكستراكتر بمحركه الخارق وشفراته المتصالبة التي تجري دورات سريعة جدا، ما ينشئ أثرا إعصاريا يمكنه تفكيك الجذوع والبذور أو قشرة أي طعام، حيث المغذيات الأساسية. فحولوا طعامكم اليومي إلى طعام خارق يساعدكم على العيش بشكل حيوي أكثر وبطاقة أكبر مهما كان عمركم. تصنع الخلاطات العصير وتخلط الخلاطات الطعام فحسب، إلا أن ألتراماكس نيوتريشنال إكستراكتر يصنع العصير المركز والمليء بالمغذيات. لهذا إن أخذتم ألتراماكس مرة في اليوم ستمنحون جسمكم المغذيات الأساسية التي تمنع الأمراض على أنواعها، وستخسرون الوزن وتضعون حدا للألم وضغط الدم والكوليسترول. استمتعوا بالمزيد من الطاقة من دون أخذ الأدوية ومن دون القلق بشأن الآثار الجانبية. يمكن لألتراماكس أن يغير حياتكم. لا تكلف الخلاطات والعصارات كثيرا من المال فحسب، بل من الصعب تركيبها وتحدث كثيرا من المشاكل عند تنظيفها، إلا أنه يمكن استخدام ألتراماكس نيوتريشنال إكستراكتور وغسله في ثوان قليلة.
ضعوا الطعام في الكوب فحسب، وأغلقوا الغطاء واحصلوا على المغذيات كلها في ثوان، ثم فككوه واغسلوه بالمياه. انتهينا. تبلغ قوته ضعف قوة الخلاط العادي ويحتل نصف مساحته لا شبيه له. احصلوا على ألترا ماكس نيوتريشنال إكستراكتر الآن واستمتعوا بالمغذيات التي يحتاج إليها جسمكم. ويحتوي جهاز ألترا ماكس على قاعدة ذات محرك قوي وشفرات متصالبة تستخرج المغذيات وكوب كبير ودليل الاستعمال. فاتصلوا الآن ولا تفوتوا هذه الفرصة للحصول على جهاز ألترا ماكس نيوتريشنال إكستراكتر ذي النتائج الصحية المذهلة، فاتصلوا الآن. كما وستحصلون على كتيب الوصفات العملي لمحاربة الوزن الزائد وخلل الهرمونات والصداع النصفي والتعب وألم المفاصل، ولتعزيز جهاز مناعتكم ومكملات الفيتامين والوصفات التقليدية، حتى وصفات حساء لفصل الصيف وأكثر بكثير. احصلوا على ألترا ماكس وغيروا غذاءكم إلى الأبد. اتصلوا الآن.